ما أكثر كلاب النار الذين يفجرون في بلاد الإسلام وفي معقل الإسلام بعد أن جندهم شذاذ الآفاق وتلاميذ اليهود والنصارى وأذناب الماسونية والروتاري وخدام اليهود والغرب والشرق الذين يفتون من كهوف الجبال كفار ومن بلاد الغرب الذين يقومون بحمايتهم والذب عنهم. أف لذلك تلك المعاقل التي تفرز هذا السم الزعاف للمسلمين وتكون عونا لأعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين في معقل الإسلام وفي بقية الباقية من تطبيق شريعة الإسلام. فقاتلهم الله، وقاتل الله من يمولهم، وقاتل الله من يسكت عنهم، وقاتل الله من يتعاون معهم، وقاتل الله من يتضامن معهم، وقاتل الله من يبرر لهم، وقاتل الله من يبرر فعلتهم، وقاتل الله من يرى أنهم على صواب، وقاتل الله من يصمت عنهم حتى مجرد الصمت، لأن الله عز وجل يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لأن هؤلاء هم شر الخلق والخليقة. من الذي قال ذلك؟ ها؟ من الذي وصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي وصفهم بأنهم كلاب النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي وصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي وصفهم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال فيهم شر قتلى قتلاهم وهم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثرهم في هذه الأيام، لا كثرهم الله، بل هم أشد جرما من الخوارج القدامى، لأن الخوارج القدامى عندهم عبادة وورع وزهد وصدق، أما هؤلاء كذابون أفاكون، عندهم الغاية تبرر إيش؟ الوسيلة.